بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. في بعضكم ما يرضاش ينفر في سبيل الله كده، ياخد بعضه يجري. فانفروا، فانفروا دي معناها الواحد ياخد بعضه كده ويجري. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في سرعة وفي تلبية. لا، ديك هات عايز يدخل الحمام، وبعد ما يخلص الحمام يشوف بس في اوراق كده في بعضها عايز يخلصه. وان منكم لمن لا يبطئن، ويفضل ينسحب وما بيرفضش، لانه ليس فارسا نبيلا، عنده جبن وخوف. فحتى المواجهه مش قادر يقول انا مش هطلع معاك، حتى دي مش قادرها، لا يقدر على هذا. وإنما هو يتباطأ حتى يسير الجيش، لأنه مش هننتظره بقى. فإن أصابتكم مصيبة، سمع الخبر في الراديو، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله، ربنا سلم. ده وربنا يدخله جهنم ما سلمش ولا حاجة. ده سلم في الظاهر في عقيدته في تصوره هو، أما في الحقيقة فهذا لم يطع الله ولم يطع الرسول ولم يفر إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينفر. وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إذن هذه الآية تدلنا على نفسية معينة، هي نفسية الجبن، نفسية دخلت الدنيا في قلبها ولم تخرج ولم تكن في يدها، نفسية ضعيفة. يبقى أمرنا الله ألا نكون مثل هذه النفسية، وده يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى كثرة ذكر الله، يحتاج إلى تصور حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، حتى تكون الدنيا ليست هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذه واحدة. الثانية، هذه تتكلم عن إنسان لا يعلم حقائق الأمور وإنما يعلم ظاهرها، ولذلك فإن تقويمه منصب على الظاهر وليس على الحقائق. يعتقد أن نجاته من مصيبة قد لحقت بقومه أن هذا من نعم الله. قوم المسألة إنه ده من نعم الله. نعم الله في ماذا؟ أن قد حرمك من الشهادة، أو حرمك من الجهاد، أو حرمك من معاونة إخوانك عند نزول المصاب، أو حرمك من الشعور بالحزن على المصاب واشتغالك بنفسك. ما النعمة في هذا؟ هذه كلها نقم. حرمانك من الجهاد نقمة، وحرمانك من المشاركة في المصائب نقمة، وعدم حزنك عليها وعلى قومك نقمة، وعدم انتمائك إليهم نقمة، وأنانيتك وأنك لم تر إلا نفسك نقمة،
وليست نعمة. فما الخلل عند هذا الإنسان؟ إنه يرى الأمور على غير حقائقها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، مش قادر يوصل ما بين الدنيا والآخرة لأنه منقطع عن الإيمان بالآخرة، ليس في ذهنه، فهو يعبر عن الحمد لله اللي ما كنتش معاه، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، الحمد لله. إذن ده عايش في روحه، ده مش واخد باله إن في يوم آخر، مش واخد باله إنه في تكليف، ما هوش واخد باله إن في شرع، مش واخد باله إن في مصيبة حصلت. بعض أهل الله يقول استغفرت الله 30 سنة من قولي الحمد لله. يعني الراجل مرة غلط وقال الحمد لله، طب والحمد لله فيها حاجة؟ الحمد لله، ما هو طبعا الحمد لله، يبقى لازم استغفر ربنا على حاجة تانية. ايه هي؟ قالوا له ازاي انت بتقول الحمد لله وبعدين تقول استغفرت ربنا ان انا قلت الحمد لله؟ لا، امال ايه؟ احترق السوق، فقالوا لي احترق السوق، السوق ده فيه الدكان بتاعتي، ففزعت، فقالوا الا دكانك، دكانك ما اتحرقش، فقلت الحمد لله ونسيت مصيبة إخواني. فأنا بستغفر ربنا على أن أنا نسيت مصيبة إخواني. إيه ده؟ ده واخد باله من نفسه، ده واخد حذره من شيطانه. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ده واخد باله، ده مش غافل. ده لما قال الحمد لله وإن كان لها وجه أن الله قد نجى ملكه، لكنه يستغفر لا لقوله الحمد لله في ذاتها، إنما لارتباطها بنسيان مصيبة الآخرين. إذن وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهذه في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.